السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا على قناتي قناة شيرين نديم. حبيت إن أنا أطل عليكم بنفسي علشان نكمل مع بعض دروس البلورالي والسينجولاري. هقراها لكم طبعا وهتتعرض قدامكم على الشاشة، بس حبيت إن أنا أسلم عليكم بنفسي، وأتمنى إن أنتوا تتابعوا معانا كل دروس اللغة الإيطالية. شكرا. هنتكلم مع بعض عن المفرد والجمع برضو، لكن هنذكر الماسكيلي والفيمينيلي. الماسكيلي اللي هو المذكر، والفيمينيلي اللي هو المؤنث. الماسكيلي والفيمينيلي في كلمات بتكون مشتركة ما بين المذكر والمؤنث، وجايبين مثال عليها بكلمة توريستا اللي هي سائح أو سائحة، الجمع بتاعها توريستي. فلما نتكلم عن راجل أو ست سائح بنقول توريستا، لما بيكون في مجموعة سياح رجال أو نساء بنقول توريستي في الجمع. بعد كده هنتكلم عن الحاجات الماسكيلي. أنا عاملة جدول ببعض الأمثلة. كلمة كورسو اللي هي زي ما احنا بنقول في العربي كورس، اللي هي دورة تدريبية. كورسو المفرد، الجمع بتاعها كورسي. كورسو كورسي. بعد كده توريستا توريستي. والمثال الثالث سينوري اللي هو السيد، جمعها سينيوري السادة، سينيوري سينيوري. فدي الأمثلة السنجولاري والبلورالي في الماسكيلي. نيجي بقى للفيمينيلي. عندنا كلمة إيطاليانا يعني ست مثلا إيطالية، وأحيانا بنقول الكلمة دي على اللغة الإيطالية نفسها. إيطاليانا الإيطالية، إيطالياني إيطاليات، إيطالياني. تاني مثال ليزيوني اللي هي زي كلمة ليسون في اللغة الإنجليزية، هتبقى ليزيوني ليزيوني ليزيوني، وتوريستا توريستي. يبقى إيطاليانا إيطالياني، ليزيوني ليزيوني، توريستا توريستي. دلوقتي هنتنقل لمثال تاني. في حاجات من القواعد بتقول ان عموما الاسماء الفيمينيلي او المؤنثة اللي بتنتهي بحرف الآ اللي هو حرف الإي في الإنجليزية، ممكن برضو تنتهي بحرف الإي اللي هو في الإنجليزية اللي هو الإيه في الإيطالية. بيرزيمبيو يعني على سبيل المثال بيقول لك كلمة سيكريتاريا اللي هي سكرتيرة. السكرتيرة المفرد سيكريتاريا، الجمع سيكريتاريي، بتنتهي بحرف الإي. وكلمة ليزيوني احنا قلناها في المثال اللي فات، ليزيوني جمعها ليزيوني بالآي. وفي كلمة سينيورا اللي هي السيدة، جمعها سينيوري. وكلمة انسينيانتي اللي هو الأستاذ أو المدرس أو المدرسة يعني، جمعها انسينيانتي انسينيانتي. الجزئية الأخيرة بقى في درس النهاردة اللي هي القاعدة بتاعت ان الأسماء اللي بتنتهي بحرف الأو الجمع بتاعها حرف الآي. احنا قلنا في الصورة اللي فاتت كورسو كورسي، هنا كلمة ليبرو اللي هي كتاب، ليبري كتب. فدي تعتبر قاعدة ما بيشزش عنها غير حاجات بسيطة جدا. أتمنى أن يكون الدرس بتاع النهاردة كان سهل عليكم، ويا رب تكملوا معانا دروس اللغة الإيطالية.